هذه رسالة موجهة إلى كل أجير يعمل عند شخص. استمعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. هذه رسالة أوجهها إلى كل أجير. يعني كما كنسميو نحن المغاربة، يعني خدام عند شي واحد، سواء رجل أو امرأة أو عند جهة من الجهات، سواء في الإدارة موظف أو في شركة من الشركات أو في الفلاحة أو الصناعة أو غير ذلك من الأماكن. أولا، يعني الرسالة ديالي هي أنه خص الإنسان يضبط العمل دياله، خصو يتقن العمل دياله، لأن إتقان العمل كيستافد منه جوج ديال المسائل. الأولى أنه يعني كيدير رحمة من الله عز وجل، رحم الله عبدا عمل عملا صالحا فأتقنه. وثانيا، حتى إلا استفد يعني ماديا، كيستافد ديك الفلوس مباركة حلالا طيبة. وكان بعض الناس وللأسف يعني ملي كيخدموا عند الناس كيخدموا بالغش والخديعة والمكر، وحدث ولا حرج في هذا الجانب. اولا انه يعني هذا الرحمه ما استفدش منها، انا يعني ما ضبطش العمل ديالو، ما تقنش العمل ديالو. ثانيا، انه هذيك الفلوس اللي كياخذ من هذاك الشخص اللي كيستفد منها ماديا مشبوهه، لانه تعامل بالغش وبالخداع وبالمكر وغير ذلك مما تعرفون وتسمعون. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، انه الانسان ملي كيكون خدام عند شي واحد، ملي كيكون حاضر هذاك الانسان اللي هو رب المعمل او رب هذيك الشركه او غير ذلك، كتلقاه يعني كي يخلص في العمل ويبين انه انسان صادق وانه انسان مخلص وانه يتقن وانه، لكن بمجرد ان يغيب يعني هذا الشخص رب الشركه او رب العمل المعمل على هذا المكان، يعني هذاك الإنسان ينقلب رأسا على عقب، كيتغير، كيولي يغش، كيولي يريح، ما يخدمش، ويلهى في أمور تافهة، وربما يشد الهاتف ويبقى يقلب في الصفحات وهو محسوبين السوايع، محسوبين الدقائق، وهو كيضيع الوقت يعني فيما لا ينفع، وفي الخسارة نتاع الشركة أو هذيك الخدمة اللي خدام فيها، وهو كيظن بأنه راه رابح السوايع، رابح الوقت ونستفد ماديا. يعني هذا الانسان خسر الامور لهذا رد يعني البال هذه الامور، وما يخليهاش يعني يعني يتصرف بهذه الطريقه، اللي حتى ان هذا الانسان يعني اللي خدام عنده ما شافوش، ولكن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. يعني الانسان يدير الرقبه ديال الله عز وجل، يعني ما يهمك حتى شي واحد، ولو انها الشركه او هذا المعمل او هذا الدار او غير ذلك في الاماكن اللي كتخدم فيها، دايرين لك الكاميرات كتراقبك. فالانسان المؤمن الصادق يعني الذي يخاف الله عز وجل ما يحتاج الكاميرا، ما يحتاج، انما الرقابه الالهيه تكفي، وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعني كيف يعني يتجرأ الانسان المسلم المؤمن المتقي يعني يدير واحد المخالفه شرعيه والله سبحانه وتعالى يراه ويسمعه ويعلمه ولا تخفى عليه خافية. هذه المسألة الأولى أو المسألة الثانية. المسألة التي تليها، وهو أن الإنسان يعني حتى لا خدم خصو يخدم بالعزة وبالكرامة، ما تنذل حتى لشي واحد، الذل ممنوع، خدم بالعزة وبالكرامة ديالك، لأنه هو كيستفد من وقتك وكيستفد من صحتك، وانت كتستفد ماديا، يعني مقابل بمقابل، اخذ وعطاء. علاش هو ما كينذلكش وانت كتنذلو؟ واش هو واحد كيعطيك المال انت راك كتعطيه صحتك وكتعطيه وقتك، والوقت اغلى من الذهب، وما كيعطيكش الذهب، كيعطيك الفلوس. الفلوس عاد تمشي تشري بها الذهب الا بغيت، وانما كتعطيه انت وقتك، كتعطيه صحتك اللي هي راس مالك.
يعني الا كنا نشوفوا هنايا اللي ينذل الاخر هو اللي خص ينذلك، ماشي انت اللي تنذله. خدم بعزه وبكرامه، والا شتو صالح يعني وكيقدر العزه والكرامه وكيحترم الشخص يعني ضحي معه، والا شتو انه ماشي من النوع اللي كيحترم الانسان او شتيه من انه يعني هذا الانسان يعني او هذا الانسان ما كتحترمش العزه والكرامه ديال الشخص، يعني يحاول يهين الشخص ويستغله بمعنى الكلمة، يعني هذا الخدمة معه لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم، أرض الله واسعة، يعني يقلب والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه المسألة الأخرى. المسألة التي تليها وهي أنه إنسان منين يكون خدام، يعني كيشتغل في واحد المكان، إذا كان مكان ديال الأكل هنا ما خصوش ياكل شي حاجة إلا بالإذن. يعني شحال من واحد خدام عند شي واحد وكتوجدو كل مرة ياكل، كل من يحس بالجوع ياكل، منين يبغي يمشي للدار يدي معاه، منين يبغي يخرج شي يتقضى شي حاجة يعني ياكل. المهم هنا خصنا نشوف إذا كان هذه الاتفاقية بينه وبين يعني هذه الشركة أو هذا المعمل أو هذا الدار، عطاوه يعني لورد، عطاوه الضوء الأخضر، كيقولوا له إلا بغيت تخرج يعني تمشي صافي ساليت الخدمة ديال كول، معليش دنيا هانية، أو أنه إلا حسيت بالجوع كول دنيا هانية، أو يعني هنا ما يتعامل بهاد الشروط. أما إلا قالوا له شوف ممنوع، ممنوع تهز شي حاجة أو تاكل شي حاجة، إلا بغيت تشري تاكل شي حاجة يعني هنا خصنا نحسبوها لك من الخلاص ديالك، خصنا نقطعوها لك من الحساب ديالك. هنا خص يرد الباله، او حدوا له مثلا وجبه في النهار فقط، خصو تاني يرد البال، راه الا كلا شي حاجه يعني كلها سحت وحرام. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، بالباطل، لان فالانسان يتحرى الحلال والله سبحانه وتعالى غادي يبارك له. كذلك الا كانت كسوه مثلا، ان الانسان ما يلبس شي حاجه ولا يدي شي حاجه الا بالاذن، او يشريها الا الى عطاو له هما، او انه هداو له شي حاجه كيهديو له شي حاجه في اخر الشهر او غير ذلك من هذا القبيل. اما باش الانسان ياكل او يلبس او شي حاجه يستفد منها بغير اذن فهذا لا يجوز، لا يجوز. اذا فاتمنى ان تصل هذه الرساله الى كل شخص، رجل او امراه، يعني يشتغل كيعمل عند واحد الإنسان أو إنسانة أو جهة من الجهات، سواء في الفلاحة أو التجارة أو صناعة أو في المنزل أو غير ذلك من الأماكن، باش إلا كانوا في هذه الصفات المحمودة اللي ذكرت نقول له ما شاء الله، اللهم بارك وزد على حالك وهنيئا لك، هنيئا لك. ولكن الإنسان ما فيش هذه الصفات المحمودة وفيه صفات مذمومة والعياذ بالله، فنقول له اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، واتق الناس، اتق الله في الناس اللي كتخدم عندهم، وحاول تاكل الحلال، هذا الذي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.